السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال. فكما قلت فهنا عندي جينواز، يعني غادي نحتاج جوج ديال لي جينواز. فغادي نستعمل الجينواز الاولى اللي كتكون كبيره تقريبا تيكون فيها واحد 27 حتى 30 سنتيم، يعني كنستعملوا مود ديال 27 حتى 30 سنتيم اللي غادي يكون غادي ناخذوا فيه 6 ديال البيضات، وغادي ناخذوا فيه 150 غرام ديال السكر سنيده، وغادي ناخذوا فيه 180 غرام ديال الدقيق، وثلاثه د المعالق كبار ديال الكاكاو، وجوج خميرات اولا ثلاثه خميرات ديال الحلوى. وكنخدموا بنفس الطريقه ديال لا جينواز اللي يعني كما عطيتكم في الوصفه الاولى. وبالنسبه لا جينواز الثانيه اللي غتكون فوق من هاد لا جينواز الكبيره، غادي نستعملوا نصف مقادير. فغادي نحتاجوا ثلاثه ديال البيضات، غادي نحتاجوا 75 غرام ديال السكر سنيده، غادي نحتاجوا 90 غرام ديال الدقيق، وغادي نحتاجوا معلقه كبيره ونص ديال الكاكاو. فهادو هي ديال المقادير. وبالنسبه للخميره الا ضفناها فكنضيفوا خميره ونص. فهادو المقادير ديال لي جينواز. وطبعا الطريقه ديال لا كريم، فقط تبعوا الوصفه الاولى. وبالنسبه للمقادير ديال لا كريم فغادي نضبلوا المقادير على المقادير اللي استعملنا في الاول. اذا بعد ما قسمت لا جينواز على ثلاثه كما شفتوا كنوضع لا فيوتين، يعني نفس الطريقه كنوضع القطعه ديال الشوكولا اولا الطبقه الرقيقه ديال الشوكولا اللي كنكون محضره من قبل على قياس الكاطو، كنحطها فوق من لا فيوتين. كنجيب لا كريم اللي كنكون محضراها وكنوضعها كطبقه، ثم طبقه من الجينواز، ثم طبقه من الكريم، واخيرا كنغطي بالطبقه ديال الجينواز. كنغلف الكاطو ديالي وكندخلو المجمد حتى كيجمد تماما. نفس الطريقه كنشكل طبقه ديال الكاطو اللي غادي نديرو من الفوق، يعني الكاطو الاصغر كندير طبقه ديال الجينواز مع لا كريم، ونفس الشيء كندخلو المجمد حتى كيجمد تماما. ومن بعد ما كنخرج لي كاطو ديالي من المجمد اللي يعني كنبغي نزينهم، فقبل ما كنزينهم كنكون موجده لا غاناش ديال الشوكولا، فالرابط ديال الوصفه ديالو غتلقاوها في فيديو الفوق. فكنكون موجده لا غاناش يعني كنغطيهم تماما، يعني كنغطي الوجه والجوانب كلها بلا غاناش ديال الشوكولا. ثم غادي ندوزو نشوفو الطريقه ديال التزيين. اذا هنا تزين، فغادي نحتاج هاد الخيوط اللي كتشوفوا خيوط سوداء بالعجين ديال السكر اللي كنخرجهم بالاله الخاصه بسباغيتي. ثم كما كتشوفوا هذا الكاطو الاصغر اللي غطيته تماما بالعجين ديال السكر الاحمر، وشكلت فيه هذوك الخطوط كما كتشوفوا، يعني الخيوط ديال العجين ديال السكر الاسود هنا باش نعطي داك الشكل ديال الشبكه ديال العنكبوت اللي كتكون في عند سبايدر مان. دونك فكنعطيه داك الشكل. وهنا كناخذ القطع صغيره من دائما من عجين السكر الاسود دوك الخيوط، وكنشكل بهذا الشكل كما كتشوفوا. طبعا كنحتاج يعني الاقلام الخاصه بعجين السكر هي اللي كتساعدني، وكنبقى غاديه بهذه الطريقه حتى كنغطي الكاطو كامل.
انا كان متعهد الخيوط، فكنحاول انني نضغط شويه باش يثبتوا، يعني كنضغط بدوك القنيتات ملي كيتلاقى خيط مع خيط كنضغط شويه باش يثبت. وهذا هو الشكل ديال الكاطو الأصغر ديالنا. ثم باش نعطيو داك الشكل ديال العيون ديال سبايدر مان، فكناخدو دائره من عجين السكر الاسود وكنقطعوها للنصف، ومن بعد كنقسم داك النصف شويه وكنديرو جوج قطع، يعني قطعه بالعجين السكر الابيض اللي كتكون صغر من القطعه ديال العجين السكر الاسود، وكنحطهم كما كتشوفوا. ثم كنحط في الوسط الشمعه، دائما انا غاديه فلوتان فاختاريتها على شكل سبايدر مان. الكاطو الاكبر فبنفس الطريقه باش حضرت الكاطو الاول، يعني غلفته بالعجين ديال السكر هنا الازرق، وشكلت دوك الاشكال ديال العمارات والشكل ديال الساعه وضعت نجيمات، يعني كنمشيو بهذا الشكل. فكيبقى لكم الاختيار في التزيين فقط، انا كنعطيكم افكار، يعني هادو افكار اللي نزينوا بها كاطو تيم سبايدر مان. ودائما كما كنقول فملي كيكون عندنا كاطو طبقات فضروري اننا نوضعوا هاد العويدات اللي كنوضعوهم في الكاطو اللي كيكون لتحت وكنوضعوا فوق منه الكاطو الاخر. علاش؟ باش كيعاون ان الكاطو ديالنا كيبقى شاد يعني الشكل ديالو وما كيتمايلش وكيبقى يعني مقبوط مزيان. فكندخلوا هاد العويدات، دائما العود اللي كيكون في الوسط تيكون شويه خارج تقريبا بواحد 1 سنتيم، والعويدات الاربعه اللي كيكونوا دايرين به فتيكونوا يعني خارجين غير بنص سنتيم. ثم كنوضعوا الكاطو ديالنا وكنضغطوا باش يثبت مزيان. اذا هذا الشكل ديال الكاطو ديالنا كما كتشوف بعد ما وضعت يعني الصغير فوق الكاطو الكبير، وكنشكل واحد الحربل بالعجين السكر الاحمر اللي كندورو على الكاطو الصغير كما كتشوفوا، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال لوغاتو ديالنا كما كتشوفوا في لو تيم سبايدر مان. فهنا وضعت الاسم، وضعت يعني السن، وهنا كما كتشوفوا هذا الشكل ديال يعني الكاطو الكبير. ف بعد ما شكلت دوك العمارات، هذا الكاطو الثاني صغير فاللي عطينا الشكل ديال الوجه ديال سبايدر مان. ف التزيين كيبقى اختياري فقط، انا عطيتكم افكار يعني اولا فكره ديال هاد لو تيم سبايدر مان. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وبالصحه والراحه.